بعد أن لاحظنا إقبال كبير على الأرقام المميزة، فجاء الأمر السامي بطرح الأرقام بشفافية مزاد علني للجميع. القرار واضح أن جميع الأرقام المميزة وشبه مميزة راح تنباع في مزاد علني أو مزاد إلكتروني أو بيع مباشر للأرقام شبه المميزة. أما بقية الأرقام للسيارات العادية إن شاء الله راح يتكرر إن شاء الله. نتوقع في السنة من 3 إلى 4 مزادات. الأرقام المميزة انباعت مزاد العلني، راح بيكون مزاد إلكتروني في بيع للأرقام شبه المميزة، بتنزل بأسعار ثابتة. اللي حاب يحصل على رقم مميز أو شبه مميز يدخل على الموقع الإلكتروني إن شاء الله بيحصل عليه. الأرقام المميزة جدا هي الأرقام اللي متكررة من 4 أصفار 5 أصفار، 4 أرقام متكررة جنب بعض اللي تنتهي ب3 أصفار. التعداد المتكرر هاي الأرقام المميزة.